عيد مبارك عليكم جميعا، وان شاء الله يا رب ايامكم كلها اعياد وسعاده وهنا. هبدا حلقه اليوم بالاخبار الساره للنادي الاهلي. عوده احمد عبد القادر ان شاء الله تبقى اضافه قويه جدا في مباراه فيوتشر بعد الاصابه اللي كانت طولت شويه، كمان عوده ياسر ابراهيم وخط الدفاع ان شاء الله يكون مكتمل الصفوف بعوده كمان عبد المنعم اللي راجع من الايقاف، كانت واقف في مباراه الجونه علشان اخذ 3 انذارات. ولكن من الاخبار المؤسفه والمقلقه في نفس ذات الوقت ان الاهلي تقريبا بلا اجنحه بعد غياب الشحات، وكلنا عرفنا المشكله بتاعه الشحات والعمليه اللي هيعملها والغياب لنهايه السيزون، كده خلاص مش هيكون موجود معانا. طاهر بيشكو من الركبه وعنده مشكله في الركبه والام، لحد دلوقتي مش عارفين هيبقى جاهز لمباراه فيوتشر ولا لا، ان شاء الله لو في جديد اكيد هقول لكم. وطبعا ميكي وتاو، فبمعنى الكلمه الاهلي بلا اجنحه، ولكن نتمنى زي ما متعودين من النادي الاهلي ان اي 11 في الملعب هيكونوا على قدر الحدث ان شاء الله. عايز اكلمكم في حاجه مهمه كمان، وهي عروض إليو ديانج اللي الناس كلها عماله بتتكلم فيها، والعروض الخليجيه والفلوس كذا والمش عارفه كم مليون، ولا ممكن يعلوا الصفقه، وكلام رايح وكلام جاي، وهل إليو ديانج هيوافق ولا لا، وهل العرض ده اصلا يعني اصبح رسمي ولا لا. القصه كلها بتتلخص في ان اللاعب كان بيقول انا مش بدور على الفلوس، انا سعيد جدا في النادي الاهلي. يعني المشكله ان الراجل عايز او اللاعب عايز ينتقل لفريق اوروبي، هو بيدور على الاحتراف الخارجي مش بيدور على العروض الماليه الكبرى. فهل غير رايه في الفتره الماضيه؟ هل هيبقى في اوفر رسمي بيوصل النادي الاهلي من الانديه السعوديه؟ هنستنى ونشوف. وكمان في ظهرت ازمه جديده، ازمه بنون، وقصه بنون دي قصه كبيره تانية وفيها كلام متخبي وفيها اسرار. اعتقد الناس اللي عماله بتتكلم على ان لا احنا كنا قاصدين 2.5 مليون جنيه مخروم، واللي بيقول لك لا ده كان مقصود دولار، ده اللي مقصود مش عارف ايه، كلام طبعا عبيط ملوش علاقه بالواقع خالص. الازمه اكيد مش في الفلوس ولا في الماده تماما، ولكن في ما بين السطور كلام كتير. انا افضل ان انا استنى في قصه بنون وما اعقبش عليها دلوقتي وما اتكلمش عليها دلوقتي، ولكن كل اللي عايز اقوله لكم ان بنون لحد دلوقتي على ذمه النادي الاهلي ومستمر مع النادي الاهلي لحين اصدار فرمان اخر، اكيد هتبقوا اول حد بيعرف ان شاء الله. طيب ازمه كهرباء وفرمان كهرباء وعوده كهرباء وقصه كهرباء، اوعى الكهرباء. يعني انا بصراحه مليت وزهقت من كتر العناوين اللي انا بتتبعت لي وبشوفها بالصدفه كده وانا معديه، بامانه الموضوع زاد عن حده. بكل بساطه علشان الكلام اللي انتشر الفتره الماضيه من سوشيال ميديا الاهلي، بكل اسف ناس تنتمي للنادي الاهلي، قصه كهرباء واحمد ياسر ريان وظهوره في ملعب التتش ده ملوش علاقه بعودتهم السيزن الجديد، هل هم مكملين ولا لا. يا جماعة الخير، الراجل لسه جاي بيعرف اللعيبة، بيبص على اللعيبة. انا مش هنزل تمرينة اشوف اللعيب ده، اوبا ده تريكا كمل يا ابني معايا انت معايا السيزن الجديد، مفيش الكلام ده، ولا في دوري المظالم حتى مفيش حد بيعمل كده. الراجل لسه بيعرف اسماء اللعيبة وبيحفظها وبيشوف طريقة لعب كل واحد وبيشوف حاجات كتير جدا جدا. فبالتالي قصة حسم موقف كهربا، حسم عودة احمد ياسر ريان والعناوين الكبيرة قوي اللي بتجيب مشاهدات والحاجات دي كلها، بلاش ننساق وراها وبلاش اتفرجوا براحتكم ماليش دعوه، بس بلاش تصدق بلاش تقتنع، خليك دايما انت عندك فكر، ما ينفعش تكون ماشي ورا حد بيتكلم وخلاص، لازم انت برضو تشغل دماغك شويه. هل هو اخد الوقت الكافي ان هو يحسم قرارات زي دي؟ فكره شركه الكوره وفكره هم بقوا يقولوا، انا شفت برضو الكلام الغريب ده ان هم اللي هياخدوا القرار مين هيجي ومين هيقعد ومين هيطلع اعاره ومين مكمل مين مش مكمل الصفقات الجديده، الكلام ده عاري تماما عن الصحه، مفيش حاجه اسمها كده. احنا مش جايبين كوتش من يعني مش من مش عايز اقول بس حاجه الناس تزعل مني من مركز شباب يعني. طيب فبالتالي القرار قرار المدير الفني بتاعنا الجديد، لما يشوف هو عايز مين في وقت مناسب، لما يشوف وقته كويس، لما يعيش الوقت كله معاهم ويشوف اللعيبه دي بتلعب ازاي ودورهم ايه ومين هيكمل ومين مش هيكمل، اكيد انا هطلع واقول لكم، بس بالوقت الحالي عشان ما حدش يجي يقول لي لا انت قلتي كهربا مش مكمل او انت قلتي ما فيش قرارات. انا بقول لم يحسم بعد القرار، لم يحسم بعد، هو لسه ما خدش قرار، جاي في وقت صعب جدا جدا، أزمة، غيابات، إصابات، مشكلات، ما شاء الله حدث ولا حرج. فبالتالي لازم نصبر عليه شوية علشان ياخد وقته ويقرر القرارات السليمة اللي في مصلحة النادي الأهلي. طيب
موضوع تاني مهم جدا عايزه اكلمكم عليه، وكنت اتكلمت عليه قبل بحلقات، ولكن يعني حاجه حزينه قوي قوي ان السوشيال ميديا بتاعتك هي اللي تطلع تفضل تخبط وتهدم في الاداره، والكلام زاد قوي عن حده. انا بشوف الكلام ده بيطلع من اطفال صغيره غير اللجان، يعني بدون وعي، يعني بتتكلم على قامات في النادي الاهلي لازم تبقى عارف الكلام اللي بيطلع من بقك شكله ايه، وتحترم الناس دي بشكل كبير جدا. تطلعش تقول كلام عبيط، وفكره ان احنا عندنا اداره ضعيفه واداره بتخاف وبنقعد نتلكع وكلام كده كتير مش ظريف. شفته بحوار صفقه موليكا، وموليكا طار وموليكا مش عارف ايه، وكل ده بسبب الاهلي وتقاعس النادي الاهلي ومجلس ادارته. طيب انا عايز اقول حاجه مهمه جدا في قصه موليكا دي، انا اتكلمت عنها قبل بحلقات من شهور، وانس ان النادي الاهلي فاوض موليكا او في كلام كان عن موليكا، انا قلت لكم القصه كلها ماشيه ازاي. اللاعب ما عندوش مشكله عايز يجي النادي الاهلي، ولكن بشرط ان ما يكونش في اي عروض اوروبيه. الراجل قال لك انا مرحب جدا، ولكن هو بيفكر في الاحتراف الاوروبي وبيفكر في الفكره دي، هي رقم واحد عنده. ان كيس ان مفيش عرض جاله كويس، فهيبقى تاني حاجه بيفكر فيها هو النادي الاهلي. فمحدش يقول لي اصلها وقفت على فلوس ولا وقفت على لكاعه ولا تباطؤ. لما تكون انت النادي الاهلي طبيعي جدا لما تاخد قرار مش تصحى الصبح تاخد الكافي بتاعك بسم الله الرحمن الرحيم امدي، يعني امدي اشول، عارفين كده؟ لا مفيش الكلام ده، في تريث، في فكر، علشان هو سلاح ذو حدين طبعا، ولكن لما تاخد قرار لازم تبقى مفكر فيه كويس جدا جدا علشان ما تخطئش. وبنشوف صفقات كتيره فعليا ما بتكونش احلى حاجه، فبالتالي القصه مش هي تقاعس من النادي الاهلي ولا تباطؤ من النادي الاهلي. الراجل كان عنده طموح، عارف؟ لا 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 مش الطموح ده، واحد تاني كان عايز يلعب في اوروبا، الطموح الحقيقي. فبالتالي ما ينفعش نلوم على مجلس اداره النادي الاهلي قصه موليكا تماما. طيب عايز اقول انا مبسوطه قوي علشان سعد سمير وبطوله كاس الرابطه امبارح فيوتشر بيتوج بكاس رابطه الانديه. فرحتي كبيره قوي بسعد سمير على الصعيد الشخصي، على الصعيد الانساني. سعد سمير من اللعيبه المهذبه جدا، محترمه جدا، اخلاق عاليه وادب، فانا بحبه. كنت طبعا من ضمن الناس او على راسهم بصراحه اللي بينادوا بان يعني كفايه كده سعد سمير، ولكن انا سعيده ان سعد سمير بسم الله ما شاء الله زي ما بيقولوا كده مكنسه بطولات حدث ولا حرج. ففرحت قوي امبارح بتسجيله طبعا للهدف الثاني، وكان هدف جميل جدا، هدف عالمي، ولا احسن يعني مهاجم عندك في النادي الاهلي او في اي فريق مصري. فانا فرحت له على الهدف وفرحت له على التتويج، لان هو اللاعب بصراحه يستاهل كل خير. انا بشوف ان فيوتشر بيتوج بالبطوله بابناء النادي الاهلي، بشوف الايه الاهلي اس 2، يعني لعيبه النادي الاهلي بتحصد البطوله بالاخير. انا حابه اقول ان تجربه فيوتشر مختلفه تماما عن تجربه الطموح. القصه يا جماعه مش بالمليارات، وعارفين المثل اللي بيقول لك لا بلاش المثل ده، المليارات وحدها لا تكفي، سيبكم المثل الاولاني. طيب ففعلا المليارات وحدها لا تكفي، القصه مش قصه ماده، القصه قصه اداره. انا لازم علشان يكون معايا فلوس اعرف اوظفها بشكل صحيح في اي بروجكت، على فكره مش بس في الكوره، لازم يبقى عندك اداره قويه، اداره فاهمه تعرف تشتغل بشكل صحيح علشان تطلع نتائج. ولكن فلوس بالعبيط، وهات لي يا عم هنا ب 40 مليون وهات لك واحد هنا 60 مليون وحط ده على ده على ده، وانت اصلا معمول علشان حاجه محدده، بالاخير طلعت طول الوقت 4 سنين ما بتعملش حاجة غير ان انت بيتمسح بيك الارض من كل الفرق. ده فريق سنة اولى كورة بيحصد بطولة الرابطة وبينافس بقوة، اعتقد على هينافس بقوة على الكونفدرالية. بنقول مبروك طبعا لفيوتشر، ولكن برضو عندي تحفظ، خليني اأجله لوقت تاني. على ذكر الطموح عايز اقول لكم ان اكرامي او شريف اكرامي بيعلن التمرد، قال لك انت قعدتني ماتشين وانا سكت، قلت عادي ولكن كده زياده قوي عن اللزوم، قال لك لا انا مش هفضل العب الحارس الثاني للشناوي. وبالتالي في كلام عن رحيل شريف اكرامي. كده كده شريف اكرامي كان موجود في الطموح لاهداف كلنا عارفينها. هل الزمالك فعلا بيفكر في شريف اكرامي؟ يعني انا ما اعرفش بصراحه هم هيبقوا بيفكروا ازاي لو عملوا كده. في كلام بيتقال في حين فشل مفاوضات مع ابو جبل، اللي احتمال كبير جدا يطلع يعتذر ويتاسف بعد رفضه، رفض تام من خلاص كل جماهير السعوديه، قالت لك لا احنا مش عايزين ابو جبل، وهم نادي النصر بيحاول يتخلص منه. فبالتالي في كلام او طبعا يعني في جلسات تمت ما بين ابو جبل وامير، وقصه لا مش هيعتبوا نادي الزمالك عادي، فكك من الكلام ده بيتقال كتير. ف
فلما نشوف ايه اللي هيحصل. كمان طارق حامد والهاشتاج اللي تم تفعيله ضد طارق حامد من نادي النصر من نادي الاتحاد السعودي ضد طارق حامد وان هم مش عايزينه. في كلام من نادي الطموح، الطموح بيفكر في طارق حامد. قصه الاهلي وان هو بيفاوض او بيفكر او نحط طارق حامد مكان ديانج لو مشي، طبعا بلا 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 كتير قوي يعني، بس ما يتقالش اكتر من كده. فالحقيقه ان فعلا فعلا النادي الاهلي ما بيفكرش فيه، مش تقليلا من طارق حامد، ولكن طبعا نظرا يعني اسباب كتيره واهمها هو عنصر السن. فخلينا نشوف ايه اللي هيتم ما بين طارق حامد وابو جبل والزمالك والطموح. اختم حلقه اليوم باخبار منتخب مصر. تم الاتفاق من حيث المبدا مع روي فيتوريا اللي كان النادي الاهلي بيفاوضه. ما انت كده تفاوض لاعب يجروا عليه، تفاوض مدير فني يجروا عليه، ما شاء الله علينا يعني. ففي اتفاقات مبدئية مع روي فيتوريا، وحازم إمام سافر علشان يتمم الاتفاق بشكل رسمي. أعتقد كوتش كبير، ولو كان موجود مع منتخب مصر هتبقى إضافة قوية ومهمة، ويا رب ما بقاش بس في سبوبة من ورا الموضوع. دي كانت حلقتي اليوم. أقول لكم تاني مرة كل سنة وانتم طيبين، يا رب كل أيامكم خير وسعادة. Thank you.